ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبل، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. التغلب على المرض. أوبل ليست بخير، فليعتني أحد بأوبل. إنها مريضة. أعرف، أبحث عن علاج لنزلة البرد التي أصابتك. ما رأيك؟ تشعرين بالراحة؟ العنق دافئ، المرفقين خشنان، الأطراف باردة، يد واحدة دافئة واليد الأخرى باردة. حسناً، أحضر لها جورباً، وأنت أحضر كريماً للمرفقين، وأنت أحضر لها قفازاً. أوبل، المريضة مزعجة. إنها الفرصة المناسبة لبعض تدريبات النجاة، يجب أن يتعلموا رعاية أنفسهم إذا مرضوا في البرية. رفاق، تأكد أن أوبل لا تحتاج شيئاً. أوبل ليست مريضة. كاذبة، كاذبة، كاذبة. لا، إنها مريضة، مريضة. صوفي، فريد. لا، أوبل مريضة، 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 مريضة. ماذا يجري هنا؟ عليكم الاعتناء ببعضكم في حالات المرض لأن تزيدوا الأمر سوءا. الآن أوبل فقد صوتها. فريد، رجاء اجمع بعض أعشاب التتراليز برسينيوم، قد تساعد في علاج أوبل. تترفش برس الجم على الفور. ورجاء تخلص من المناديل الورقية، يجب أن نتخلص من أكبر عدد من الجراثيم. لا، المرض ينتشر، أنا قادمة. لا تقلقوا، يمكنني رعايتكم جميعا. يا الممرض معك. نعم نعم يا سيدي. المزيد من الطلاب المرضى، أنا الممرض، سأتي ومعي المزيد من المؤن. هيا. هوب هوب. شانغ، أحتاج إليك في ورشة متعقب الجرار فورا. في طريقي يا سيدي. ها أنت هنا تشانغ، متعقب الجرار الحساس للحرارة الزجاجي الجديد لن يستشعر فقط سكان الجرار، بل سيلتقط جزيئات العطس في الأنابيب الزجاجية هذه ويركز على جراثيم سكان الجرار ويحدد مكان المصدر، حيث إن الجميع مرضى الآن. من المحتمل أن يكون سكان الجرار مرضى. ماذا يفعل المنديل الورقي حامل الجراثيم هنا؟ تشانغ، النجدة. لقد لوثه أحد سكان الجرار، وربما استخدمه أيضا. ساكن جرار مريض، هذا سيجعل متعقب الجرار حساسا أكثر لجراثيم سكان الجرار. خذني إلى حيث عثرت على المنديل. صوفي، عثرت عليها. لا، الآن علينا رعايتكم. شكرا. الآن لنرى إذا كانت خصائص النبات الطبية ستعالج فيروس البرد الذي أصابهم. تشعرون بتحسن؟ أنا لا أعتقد ذلك. كتب دكتور داروينت علاجات أخرى محتملة في الكتاب الكبير، علي إجراء بعض الأبحاث. في مكان ما هنا يا سيدي. شغل متعقب الجرار يا تشانغ، اليوم هو اليوم. مرحبا بك يا بروفيسور، أسمع السعال بكل وضوح. في طريقي.
الممرض تشانغ سيعود على الفور. آسف يا سيدي، الزي الخطأ. لنشغل متعاقب الجرار هذا. هذا هو اليوم، هو اليوم. أنت أيضا مريض الآن. أنا قادم يا بروفيسور. علي القيام بكل شيء هنا. سيدي، لطيف منك أن تعود وتقوم ببعض المهام من باب التغيير. إذا رن الهاتف في الغابة، هل يسمعه أحد؟ هيا لنركز على العمل المهم. ماركا جائع. بداية تفقدني أوبل صوتها، والآن تجذبان الاهتمام منها بأن تتظاهر بالمرض. اذهبا مع فريد واجمعا نباتا جديدا قرأت عنه في الكتاب الكبير، قد يكون العلاج لبرد أوبل. هيا. أنا لا أريدك أن تعتني بأوبل وحدك، لكن إذا كنت مصرة هيا بنا. لا أعتقد أن هذا ما نبحث عنه لعلاج أوبل. أوبل ليست مريضة. بل مريضة، رأيتها. إذا كانت مريضة فأنا لن آكل السجق بعد اليوم. لا تنصت لجائع، بسرعة ابحث عن النبات. احترس يا تشانغ. أعرف يا سيدي، إنه قابل للكسر. أتريدين تناول جوز الهند؟ بطاطس؟ أفوكادو؟ إجوانا؟ ماذا؟ ما الذي أخرهم حتى الآن؟ تحتاجين علاجاً وبسرعة، وإلا سأفقد عقلي. حقاً، أرجو ألا يكونوا تعرضوا لخطر. لا تتحركي يا أوبل، سأعود بسرعة. حقاً، أرجو ألا يكونوا تعرضوا لخطر. علينا أن نعود. أنا أحب الجذ. والمكان هادئ هنا بلا أوبل التي تدعي المرض. ربما يجب أن ننسى الأمر. سأذهب لرعاية البروفيسور. هل فقدت عقلك؟ لقد اقتربنا منهم، أشعر بذلك. لكن أين ذهبوا؟ سكان الجرار في متناول يدي. البروفيسور مبتكر، اختبئوا. هيا تشانغ، لقد اقتربت منه. المبتكر، إنهم في خطر. يجب أن نعود إلى الكهف. كيف؟ لن يرحل المبتكر وتشانغ، بل يقتربان أكثر. هيا تشانغ، قراءة متعقب الجرار تزداد حركة. المناديل الملوثة تفي بالغرض. نعم نعم، عبقرية بيولوجية يا تشانغ. أعتقد أن المكان هادئ، لابد أننا اقتربنا. كائن مخيف يصدر هذا الصوت. إنها أوبل، إنها غاضبة. انظروا إنها بخير. لكن كيف خرجت من الكهف؟ هذا لا يهم، ها هي فرصتنا، هيا لنهرب. هل هنا سنواجه الموت؟ ينهشنا هذا الكائن المخيف. هاتشو، علك ما زلت تحتفظ بزي الممرض. هاي، أشكرك على إنقاذنا، سمعت أن صوتك أفضل. أكلت النبات الذي وصفته صوفي، الآن أنا أفضل جدا. أوبل آسفة لأنها مزعجة وهي مريضة. هاتشو. أوه لا، نحن الآن مرضى. رائع، سأتأكد
أتولى رعايتكم الآن. بركة إلى الفراغ، جائع استلقي. لا ليس هكذا. لا أصدق أنك لم تمسك بسكان الجرار. لقد أفسدت الأمر بالفعل. صحيح، أفسد الأمر. ما أن يعالجني تشانغ من المرض، سأمسك سكان الجرار. سترون، سأعيد لاسم العائلة مكانته. هل وضعت بعض الحنان والسكر كما كانت تفعل والدتي يا تشانغ؟